الفرقه ديال لي فوا دو كور بدات في سنه 2009 ملي كنا على ليبوك كنا كنغنيو اونتر امي زعما كاصدقاء فواحد الفيستيفال كيتسمى اللي سميتو لي تخوا كولتور ثقافه الثلاث اللي كيمزج ما بين الثقافه الاوروبيه والثقافه العربيه اون جينيرال. والموسيقى العربيه اللي كنا كنغنيوها كنا كنغنيوها بواحد الطريقه اللي هي شويه اوروبيه. وهنا فاش جاتني الفكره قلنا علاش ما ناخذش الموسيقى المغربيه ديالنا اللي هي موسيقى روحانيه، موسيقى كتقيس الاحساس ديال كل واحد فينا، ونخدموها بهذه الطريقه اللي هي بواحد الطريقه اللي كنسميوها حنا بوليفونيك، سميتها متعدده الاصوات، اللي كتعطيها واحد الرونق، واحد ريشيس، فوالا اون ريشيس اللي هي كتخلي انكور الموسيقى المغربيه تزيد نرفعوا بها. دونك حنا اليوم لي فوا دو كار جينا نقدموا سبيكتاكل ديالنا لا تورني، لا سويت ديال لا تورني ديالنا في مدينه طنجه، على اساس انه الجمهور المغربي ولا النهار اللي ديما كان عنده لوكوف في الموسيقى، مي ولا ان بو بلوز اكزيجون، داكشي علاش ولا الطلب اكثر على هذا لو جونغ دو ميوزيك، على هذا لو جونغ دو ريبريزونطاسيون اللي هي الموسيقى ديال الكورال اون بوليفوني بلو بريسيزيمون، اللي هو داكشي اللي كنديروا حنايا اللي كيديروا لا كورال ديال لي فوا دو كور. صراحه هذه بالنسبه لي تجربه جديده مع الاوركستر لي فوا دو كور، عجبني الحال بزاف، الجمهور حتى هو حسيت بيه عجبو الحال. من بعد بداو الناس كيسولوني بزاف على كيفاش الاوركستر مع قناوة، يعني قناوة الموسيقى اللي كتمشي مع الجميع، يعني كتقدر تلعبها مع زعما اي موسيقى تقدر تندمج معاها، يعني شي حاجه ماشي غريبه على تقناويت. والحمد لله نتمنى ان شاء الله نكمل مع لي فوا دو كور ونديروا جولات في المغرب ونديروا جولات خارج المغرب، علاش لا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.